اللي انا سمعته ده لا يعني يعني مخيف، يعني مفيش الضمانات الكافيه اللي تحمي المريض المصري، ولو انا فتحت الباب للتجارب في مصر بهذا الشكل يعني ده يعني مع الوضع في اعتبار الجوانب اللي احنا قلناها يعني الفساد، بالاضافه الى ان اللجان عندنا هنا لجان ليست مشكله بالشكل اللي هو يعني يبقى فيه الدقة الشديدة جدا وفي المراقبة الشديدة، هنا أنا بفتح أبواب الجحيم أمام المرضى المصريين. حقيقة أنا بشكر الدكتورة ماجدة والدكتور عبد الله على توضيحهم، وأنا شايف إن إحنا مش مختلفين. لا مختلفين. لا مش مختلفين. لا لا مختلفين. أنا شايف إن إحنا كلنا أنتوا عايزين تمشوه بسرعة جدا نعمل يا جماعة تجارب على المرضى علشان لا لا لا. الطب يتقدم أولا في مصر إحنا في اللجان الأدوية ولما جينا عملنا جلسات استماع ولسه من يومين عملنا جلسة استماع مع كل عمداء كليات الطب ورؤساء الجامعات المعنيين بالطب والصحة، وكان الجماعة بتوع رئيس لجنة القضاء بالمجلس الأعلى للجامعات، كل الكلام ده نوقش وكلنا متحمسين له جدا. ويمكن النقطة اللي أثرتها الدكتورة ماجدة وهي إن الهيئة العليا للبحوث الطبية ما تكونش هي القاضي والجلاد، يعني هي طبعا. اللي بتوافق وما ينفعش هي اللي تراقب وتقول ده صح وده غلط، وده إحنا إن شاء الله جاري النقاش في النقطة دي إن إحنا هنخلي اللي مش اللي يوافق هو اللي يراقب أو يتابع. دي إن شاء الله هتبحث النقطة دي. الحاجة الثانية وهي الضمانات، انت عندك كل الحق في الكلام ده، وانا سعيد ان انا بسمع من الدكتور عبد الله وان هو مفروض اللي بيعمل ده واللي بيشتغل في المجال ده يبقى على يقين وتحسب كبير وعلم، مش اي حد يشتغل بالطريقة دي. واحنا بالنسبة للضمانات لو احنا زودنا الضمانات عن كده احنا عندنا الشق الاكلينيكي اللي اولادنا الشباب بيشتغلوا فيه ابحاث، باحث ماجستير، باحث دكتوراه، انا مثلا سي بثبت الكسر الفلاني بشريحه ومسمار، لكن في سويسرا عادي بيعملوه بمسمار نخاعي. الفرق هنا ما هوش في خطوره على المريض، ده انا بقيس الافكاسي. هل العمليه دي ما تعتبرش تجربه يا دكتور؟ ما هيش يعني هي في حد ذاتها بحث. هو بحث. الله يخليك، لان دي بقى مسار لغط بحث اكلينيكي، لازم انا افرق بين الحاجه البسيطه دي. انا بشوف الغرض منها هي ما بتمثلش. طيب انا عايز اسال حاجه، انا بس اكمل لحضرتك. مصر تستفيد ايه من ده؟ عشان صح اكمل بس الحته دي. فاحنا لو زودنا القيود عن كده احنا هنوقف البحث الكلينيكي ده خالص، هيقف، محدش هيشتغل، المستشفيات هتقف، مش هيبقى في تطور. ولكن انا احنا بنفرق، احنا بنفكر في فصل الابحاث الكلينيكيه ونشيل عنها القيود الرهيبه دي اللي هي ممكن توقفها وخاصه ان هي ما تمثلش خطوره، ونزود القيود والضمانات على الابحاث الادويه اللي هي بتشتغل من فيس 1 وفيس 2. ما احنا بنتكلم في ابحاث الادويه دكتور على المرضى، يعني خلي الجانب الاخر، ابحاث الادويه دي الجانب الاخر مش هنختار. هو في حد هيقول لك مش عايزين بحث علمي ولا بحث طبي، بس انا بتكلم دلوقتي على التجارب اللي هتتم على مرضى اللي فيها المخاوف الشديده والخطر انها يتم في تعديل زياده في القانون وهتزيد الضمانات وهتزيد. طيب اتفضل دكتور مصطفى. اتفضل. هو بالنسبه لل بيقول الشك في مساله التجارب دي يقين، دايما الشك فيما يتعلق بالعلاج مفيش مشكله، ما بيعملوش على انه شك، ده يعامل على انه يقين. فحته الشك في النتائج لا، سلم هي يقين بتترتب عليه مسؤوليه جنائيه. وعلى فكره النصوص اللي انت حاطينها، العقاب اللي هو 100,000 ومش 100,000 وبتاع، يعني ده كلام مهين للانسان المصري. شوف، لا يمكن ان نسمح للانسان المصري ان يكون حقل تجارب. اذا كنتوا عايزين قانون لابد ان يجرب الدواء على المواطنين في الخارج في البلد التي تصنعه، احنا ناخده اذا ثبت انه ناجح في علاج الامراض وخالي من الاثار الجانبيه. احنا لا يمكن ان يكون المواطن المصري، احنا امناء. شوف هقول لك حاجه، يعني السفلد اللي انقذ مصر ده، السفلد اللي انقذ مصر، سيبك من السفلد، سيبك من اي حاجه، في امريكا احنا الان هم اللي حافظوا على صحتنا، خلينا نتكلم، هم اللي وفروا علينا مليارات. نتمنى في يوم يبقى عندنا احنا. طب ما هو اعمل ضمانات زي ما بيقول عليها، ونعمل الضمانات اللي في امريكا واكتر من ضمانات امريكا، هذا لا يمنع ابدا. اكتشاف جزيء واحد ممكن يغير. نرجع تاني بس علشان الحديث عن هنا، هو هيتم يعني فكرة تشكيل اللجان في مصر مش هتتم إلا بهذا الشكل، ما عندهمش شكل تاني.
ده ما ينفعش قانون. اولا انا بس عايزه ارد على حضرتك دكتور مكرم بيقول ان احنا القانون ده ما يهدفش خالص للحاجات الاكلينيكيه اللي بتحصل. احنا بنتكلم على الدوائيه اصلا. الورق اسمه ايه؟ قانون البحوث الطبيه الاكلينيكيه. حضرتك ما خاطبتش اصلا الدوائيه، ولما جيت في الفصل الرابع لما حطيت ضوابط الاكلينيكيه كلنا متفقين على تعديل ده. كل الورق معلش انا برضه عايز اوضح لسه القانون لم يصدر، لم يصدر حتى الايه. طيب لمصر بقى، مصر تعرف انه كل القوانين اللي قبل كده كانت بتدخل مجالس الاقسام وكليات الطب وللساده الباحثين وكل المعنيين، القانون ده ما دخلش في اي حته وعدى من الوزاره عليكم، دخل لجنتين استماع اربع وخميس وتوافق عليه، ويوم الحد الناس اتخانقت فاتفتح التاني. يعني القانون اللي احنا هندفع فلوس، انا يا اجنبي هدفع فلوس واكسب مصر 3 4 مليار عشان اجرب في المصريين، ثلاث ارباع اللي هيخش في التجربه هيجي له فشل او سرطان او او او، خد لجنتين استماع فقط لا غير. ليه الورق ده مش بيعدي على الناس؟ مش ده جهد بشري؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، الورق ده احسن كتير قوي من قانون الاخوان، لكنه مليان عيوب. اولى بيكم كنتوا اتبعت، كانت الناس نخلته لكم. لسه هيناقش في لجنه تاني وهيناقش في اللجنه العامه. انتوا وافقتوا عليه ولا ما وافقتوش؟ وافقتوا. لسه الموافقه ما انا عايز اقول لحضرتك اللجنه غير الموافقه النهائيه. الورق ده فيه على الاقل 12 عيب تانيين غير الكبير المتوحش ده. لجنه التعليم والبحث العلمي 12 عيب، يعني اهمهم ايه؟ اهمهم مثلا على سبيل المثال للحصر، انه عامل لنا هنا شركات بتيجي تجرب في المصريين. يعني ايه منظمات البحوث الطبيه التعاقديه دي؟ ال 19 تعريف 19 في الماده الاولى. دي شركه حضرتك عشان شركه الاسماء الكبيره ما تلوثش ايديها، تروح تجيب شركه تعاقديه ومصر كتبت ان هي هتوافق عليها، لا حطت مسؤوليتها ولا كيفيه مراقبتها ولا محاسبتها ولا اليات الترخيص ولا اليات المتابعه. ده في اللائحه يا فندم، التنفيذيه ما تحطش في القانون التفاصيل. يا فندم قول لي انت حسبته خالص؟ في لائحه تنفيذيه هي اللي بتقول ده يا فندم. في وبعدين انا ممكن اسيب القانون لان انا بخاطب العالم، لو انا حطيت قيود العالم هيضحك عليا. اشمعنى الاف دي ايه؟ العالم هيضحك صفحة. في التنفيذيه مش في القانون. لا في التنفيذيه. لا لا اشمعنى امريكا كل ده في اللوائح التنفيذيه؟ اشمعنى امريكا؟ امريكا بتخاف على القانون احنا لا. القانون بيكون كلام واضح بسيط لكن في اللائحه التنفيذيه التفاصيل. يا فندم انت لازم تحط خطوط عريضه في اللائحه التنفيذيه، كل ده هيتحط. يا فندم حط هنا لائحه. وبعدين لازم انا ادي فرصه لصاحب القرار اما يشوف شركه صادقه وانا هستفاد منها مفيش خطوره على المواطن، اهلا وسهلا. لو انا استشعرت ان في خطوره على المواطن انا هنفض. لا الكلام اللي انا هبقى رئيس ازاي وابقى مسؤول ازاي؟ نحولها قبليه، لكن هنكتب ورق يبقى الورق يبقى معروض. لسه في لائحه تنفيذيه بيكون فيها كل التفاصيل دي. يعني حضرتك شايف انه كل الحاجات المهمه. لا بس يعني ايه شركات اجنبيه تيجي تجرب في المصريين ازاي؟ شركة مقاولات هتيجي تجرب تدفع لها فلوس عشان الشركات الكبيرة ما تلوثش ايديها لو حصل مشاكل، يقولوا الشركة دي هي اللي تلبس الليلة. بص حضرتك هنا كل والقانون بيسمح بده بذلك؟ أنا عايز أقول لك يعني بص دي شركات محترمة خلاص لكن هي في الآخر وفي الأول هي غطاء عشان أنا ماليش دعوة. ليه؟ عشان الشركات الأجنبية دي قدام دولها إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الأف دي إيه؟ الأمريكا غيرت قوانينها. حصل في 2014 و15 و16 وقبلهم كمان طلعت شركة كبيرة قالت إن إحنا عملنا 75 تجربة غير أخلاقية في دول كذا وكذا وكذا وكذا. فالدول دي اللي هي الـ FDA بتاعتهم وأمية وكده قالوا إحنا لن نقبل بالتجارب غير الأخلاقية. فيا تعملوا لنا تجارب الدول موافقة عليها يا مش هنشتغل غير اخلاقي. عشان كده مصر متعجله تخلص الورق ده عشان تسمح للناس الاجانب يخشوا ويجربوا ويهيصوا وفي الاخر ندفعوا 50,000 ليه؟ لو في قانون هيخيصوا ليه يا فندم؟ هات لي في قانون بيحكم يا فندم. هات قانون امريكا وترجمه اديهولي، لكن تديني ورق زي ده وتقول لي ده عشانكم. لا حضرتك انا بدعوك اهو لمجلس النواب، شوفي ايه اللي ناقص عن القانون الامريكي. احنا بحث صوتنا في حلقات في هذا الموضوع فاعتبروا يعني يعني ده كل ده انا وبنرجع تاني بنلاقي في تصميم على تبرير هذا الموضوع. يعني في حاجات طيب. اهم يعني اللي بتقوله الدكتور انا معاها في لكن في حاجات اهم. يعني مين اللي هتجرب عليه؟
يعني هل المراه الحامل هتسمح بتجربه؟ ما انت حطيت المعايير دي جوه اللجنه. ما هذه الحاجات بقى اللي سبت انا يا دكتوره تحط المعايير من فضل حضرتك والدكتور معانا هو يعني اللجنه هي اللي هتضع المعايير بالظبط كده. احنا سالنا يا استاذ وائل في مجلس النواب، هل الاطفال هيخضعوا لتجربه؟ هل المرأة الحامل تخضع لتجربة؟ هل المرضى النفسيين فاقدي الأهلية هيخضعوا لتجربة؟ أنا معلوماتي إن هيخضعوا لتجربة. ده احنا كان معمول هل النص ده شالوه اللي كان معمول نص على المساجين؟ شالوه بس حطوه فين؟ قال لك اللجنة اللي أنت معينها الوزير معينها دي هي اللي تحط. هو هنا بقى دكتورة هي اللي تجرب. يبقى النص ما زال موجودا بشكل مختلف اللي هو كان فيه نص إنه على المساجين والمرضى النفسيين. يعني انا بستغل انه الناس فاقدي الاهليه يعني المسجون ده يعني لا طبعا ده المسجون بس ما فيش تاكيدات طبعا كان موجود في النص اللي احنا ناقشناه قبل كده ولولا مناقشته هنا في البرنامج يعني كان هيمشي. احنا بنقول اللي لينا ولا علينا يعني. لا طبعا مش كلام. هل فعلا موجود في القانون؟ احنا سالنا ومحدش رد علينا للاسف. بص حضرتك النص في اطفاد. ما هتدرب على مين يا ست النائب؟ في اطفاد. طب ثواني ما انا اذا سبت ده للجنه تحدد. طب ما اللجنه ممكن تقعد وتحدد وتقول نعمله على المساجين، نعمله على المرضى النفسيين، نعمله على الاستاذ وائل. طب هيتجرب على مين؟ هيتجرب على مين؟ ما انا عايز اعرف لان سالنا الاسئله دي محدش رد. هيتجرب على مين؟ اما